ندى شكرا على هاللقاء الحلو، بس وصل معي الشامي بس عم بيصوروا العالم. رح نبلش لقاء، تفضل. يا اهلا وسهلا. يا حبيبي ومرحبتين. يا حبيبي شو سر هالمحبه الكبيره؟ اجتهاد وتوفيق من الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هاي السنه انت مرشح عن جائزتين، الغنيه المفضله والشاب المغني الصاعد، هي وحده بيناتهم حقيقه بتهمك اكثر؟ انا بالنسبه لي بمجرد اني هون باجتهاد سنة أن يكون واقف هون، هذا فضل من الله ومكتفي جدا. أي واحدة بأخذها هي شغلة تكون حتكون كتير شغلة مهمة بتاريخي. بحس انه اذا باخذ اغنيه هي السنه حيكون شيء كثير لذيذ. اي بس معك ثلاث صبايا منافسات قوايا كثير. لانه هيك بدي اياها. هذا التحدي. لي الفخر والشرف اني اكون مع هي الاسماء الكبيره. عندك اصاله واحلام وعندك امي مطالب. يعني عن جد لي الفخر اني اكون اسمي موجود بين هي الاسماء اللي جدا مهمه وكبيره، وحتى لو ما اخذتها انا بالنسبه لي سبق وقلت لك حكون وصلني حقي، هذا شيء كثير مهم وكبير بحاله استثنائيه. نحن عم نحكي عن سنتين اجتهاد ما له وقت كثير كبير، الحمد لله. صح. رب العالمين. طيب يعني دائما الغنيه اللي كثير كثير بتنشهر بتعمل هذا الصدى الحلو، والشاب اللي بيعمل هذا الصدى الحلو كمغني بيكون مش عارف شو راح يعمل وات ذا نيكست، لانه بيخاف من التجربه الثانيه كثير صعبه. ما فيني اقول لهم غير صبرا، لانه صبرا جميلا، لانه محضر لهم عمل بعنوان صبرا. اوكي. حيثبت انه نحن عم نشتغل باجتهاد ما لها صدفه ان شاء الله. وقريب نحن عم نحكي يعني ايام بعد الحفل، ايام بعد الحفل غني لي مقطع من صبرا. اللي صبرا خليها لتنزل حتتفاجئ فيها كثير، لانه عم بعمل حاله جديده بالغنيه، عم بعمل شيء مختلف عن يا ليلو يا العين شوي. ان شاء الله كل التوفيق لك يا حبيب قلبي، وبتمنى لك سهره كثير حلوه، بتمنى تفوز بالجائزتين كمان يا حبيب قلبي. ثانك يو سو ماتش، نورت حبيبي. ميرسي.